لو انت عندك 100,000 دولار شو تسوي بها؟ 100,000 دولار؟ ايه قليلة. زين اذا 10 مليون دولار، 10 مليون دولار راح تقول لي اسوي قبل انتحر؟ ليش؟ عندك فلوس تنتحر؟ لا عندي فلوس وايد خاف يخطفوني اضرب طلقة. بلا حسد، لا حد يحسدني، ها ترى بعدني ما مستلمها. زين اجاك واحد وقال لك دايني، داينه ايش قد؟ ها ايش قد يعني داني فد 1,000,000 دولار؟ 10 ملايين اعطيك 1,000,000 دولار؟ اي ان 10 جايتك شاقه متعبه 70 ورقه حتى مو شده، 70 7000 دولار زينه الحمد لله، اي شيء يطلع من عندك مو مشكله. الف رحمه على والدك.